طيب نطمن اكتر على منتخبنا الوطني من معالي السفير محمد شريف سفير مصر في ملاوي. يا فندم صباح الخير، حضرتك مشرف ومنور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا كريم بيه، اهلا بيك يا فندم. عايزين نطمن، يا رب يخليك، عايزين نطمن طبعا على بعث منتخبنا الوطني اللي وصلت اليوم الى ملاوي. الحمد لله الطياره وصلت الحمد لله الساعه 9 على تلت النهارده بتوقيت ملاوي، وهو نفس توقيت القاهره. الحمد لله البعثه كلها بخير، وتمت الاجراءات في سهوله ويسر، الخروج من المطار والتوجه لفندق الاقامه، والحمد لله هم دلوقتي في الفندق، وان شاء الله باذن الله نستكمل العمل باكر باذن الله. ان شاء الله في رضا او في اتفاق مع الجهاز الفني للمنتخب على الفندق، الاقامه، الملعب، التدريبات، الامور دي كلها ميسره وما فيهاش اي مشاكل ولا في اي شكاوى وصلت لحضرتك؟ من 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 بالظبط كده من تاريخ يعني الاتفاق ما بين الاتحاد الاثيوبي والاتحاد الملاوي جانا على استضافه ملاوي للمباراه. تمت الاتصالات فورا، والحقيقه يعني الاتحاد مشكورا بمنتهى الاحترافيه والحرفيه الواجبه. تم ارسال مندوب من الاتحاد، مندوب العلاقات العامه بالاتحاد، وتم التنسيق مع الجانب الملاوي هنا على اساس ان احنا يعني الحمد لله رفقنا، بان البعثه قدرت انها يبقى في حاجز للفندق في الفندق الاقامه هنا للمنتخب. وبالتالي يعني هو الفندق في مدينه ليلينج، وهو يعني يمكن من الفنادق القليلة هنا. بس الحمد لله الفندق ده يعني على مستوى عالي جدا، والحمد لله اطمنا على المنتخب ان هو موجود دلوقتي فيه. عظيم. هو قريب من قريب كمان من الملعب، ملاعب التدريب كلها. زي ما حضرتك عارف ان هو من حق الدوله الضيفه انها تتمرن تمرين على ملعب المباراه في نفس توقيت المباراه. وده ان شاء الله هيكون بكره باذن الله الساعه 6 مساء باذن الله. الامور بقى فيما تخص الامن وتامين منتخبنا الوطني، كان في مشاكل يمكن شويه بسيطه ممكن تكون بتحصل في اي مباراه، المباراه الماضيه بين اثيوبيا وملاوي، هل الامور دي ممكن تتكرر باي شكل من الاشكال ولا الامور متامنه بشكل كويس للمنتخب؟ لا الحقيقه هو الشعب الملاوي يعني شعب مضياف وشعب طيب ومحب جدا لمصر، وكانوا بياملوا في ان هم يشوفوا نجومنا كلهم طبعا يعني، وحاله من الحزن ان هم يعني ما شافوش محمد صلاح، نجمنا محمد صلاح موجود يعني في مع المنتخب. الاحداث اللي كانت حصلت، هم كانوا عايزين يدخلوا الاستاد وقت ماتش اثيوبيا من بدافع وطني يعني، بس كان في ناس ما معهاش تذاكر، ومش يعني مش بالشكل اللي تم تصويره، اللي هو كان محاوله لصد يعني محاولات الدخول دي، علشان كمان كان الرئيس السيد رئيس الجمهوريه هناك، رئيس الجمهوريه الملاوي والنائب بتاعه موجودين وحاضرين المباراه. فالامن كان يعني تعامله معاهم يعني صارم بشكل تم تصويره او يعني المبالغه فيه، بس هو يعني المساله بالعكس يعني يمكن النهارده السهوله واليسر اللي تمت بيه الاجراءات بخروج المنتخب، وفي نفس الوقت الشرطه مرافقه للاتوبيس اللي بيقل المنتخب، وفي عربيات اتوفرت لبقيه الاعضاء، وتم يعني الانتقال من المطار للفندق بعد ما يعني الولاد خلصوا استلام الشنط بتاعتهم، وان شاء الله باذن الله يعني هم الرحله كانت كبيره يعني طويله بس كده هي يمكن، بس ان شاء الله باذن الله يعني ياخدوا قسط وافر من الراحه، وان شاء الله باذن الله حضرتك في وسط بكره يوم ان شاء الله. حضرتك في وسط كلامك قلت لي انه في ملاوي زعلانين ان محمد صلاح مش موجود، في مواقف حصلت مع حضرتك، حد سالك على محمد صلاح، حد كان طالب منك تيشيرت محمد صلاح، حد كان عايز يروح الملعب يشوف محمد صلاح؟ ده كل يعني اغلب الناس اللي هنا سواء في المجتمع الدبلوماسي هنا او اذا كانت الناس على مستوى الملاوي كانوا يعني هم نفسهم، حتى لما تم اختيار ملاوي كملعب في اثيوبيا
كانوا سعداء جدا بان هم هيشوفوا منتخب مصر مرتين في زي ما حضرتك عارف ان هو هيبقى ماتش بتاع ملاوي في سبتمبر اللي جاي، فهم كانوا فرحانين جدا ان هيشوفوا المنتخب المصري بطل افريقيا والحاصل على 7 بطولات قبل كده من في التصفيات الافريقيه كانت امم افريقيه بنجوم، ومنهم طبعا في مقدمتهم محمد صلاح كابتن المنتخب طبعا. وان شاء الله باذن الله ربنا يشفي كل الاصابات في المنتخب، انا سامع ان الاصابات كمان كثيره شويه، بس برغم كل ده يعني انا ملاحظ الحاله المعنويه مرتفعه، وان شاء الله اولادنا يفرحونا ويفرحوا الناس، لان اللي حابب اقوله لحضرتك يعني المصريين ما بينتظروش، ولقينا الناس في المطار من الجاليه، والحقيقه بالرغم صعوبه الوصول للمطار جايين من مناطق متفرقه وعلى بعد 300 400 كيلو، انما الحقيقه كانوا موجودين كلهم علشان يساندوا المنتخب، وفي نفس الوقت يوصلوا لهم رساله ان ناسنا واهلنا بيقدروا اللي هم بيعملوه منتخبنا واولادنا، ومهما كانت الفتره اللي فاتت من احباطات، انما احنا علينا ان احنا نبص للمستقبل، وان شاء الله باذن الله يكون اللي جاي احسن باذن الله. متوقع حضور كم واحد من الجاليه المصريه ان شاء الله المباراه يا فندم؟ والله هو على حسب، لان ان شاء الله بكره في زي ما حضرتك عارف في اجتماع الفني بكره، اجتماع الفني ما بين الفريقين، هيبقى غالبا هيبقى الساعه 2 الظهر، وان شاء الله باذن الله نشوف بس الجانب الاثيوبي هيسمح بقد ايه من التذاكر، انما ان شاء الله باذن الله احنا في سبيلنا ان احنا باذن الله ندخل الجمهور المصري اغلبه ان ما كانش كله باذن الله ان شاء الله موجودين في المدرج وبيشجعوا المنتخب باذن الله ان شاء الله. متوسط درجات الحراره وقت المباراه يوم الخميس الساعه 6 ان شاء الله هيكون ايه تقريبا؟ هو الفتره دي فتره دخول الشتاء في ملاوي، ودرجه الحراره ما بين 14 و18 يعني، بس هو الجو جو شتوي معتدل يعني، عظيم، وجو مشجع ان شاء الله باذن الله. جو كوره جو كوره بالظبط يعني، جو كوره فندم بالظبط. معالي السفير محمد الشريف سفير مصر في ملاوي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه المليئه بالمعلومات. كل توفيق لمنتخبنا الوطني باذن الله يعمل مباراه كبيره قدام المنتخب الاثيوبي، مباراه مهمه، مباراه مهمه، فوزنا بيها هيريحنا كتير في باقي التصفيات، هنبقى يعني حطينا رجل كبيره جدا في كاس الامم الافريقيه. احنا هيسعد منتخبين تكسب ماتشين، اول ماتشين ليك تخلص الموضوع من بدري بدري، ويبدا بقى الكابتن ايهاب جلال يشوف لعيبه جديده، يشتغل بعيد عن الضغوط، يغير طرق لعبه، في حاجه كده ايه محتاجين نخلصها بدري بدري، عشان الضغط دايما بيخليك مش عارف تطلع افكارك، لا الكابتن ايهاب جلال يعرف يطلع افكاره، ولا يعرف يختار لاعبين جدد يطعم بيهم المنتخب ولا اي حاجه. فالمباراه قد تبدو نظريا في المتناول، انت كده كده بتلعب مع المنتخب الاثيوبي تقريبا في ارض محايده، على مستوى الامكانيات الفرديه والجماعيه والخبرات والتاريخ فانت ممكن تتفوق، لكن ارض الملعب هي ارض ملعب، مباراه 90 دقيقه، اي منافس قدامك تحترمه كثيرا. المنتخب الاثيوبي اكثر ما يميزه اللعب بروح وحماس، ودي اصلا واحده من مميزاتنا، بس المهم تكون موجوده في هذه المباراه، ان شاء الله نعمل مباراه محترمه وكبيره. لسه مكملين